خلينا نتكلم لو سمحت خلصت خلص بدري بس عشان يا استاذ وائل في 10 مليون شاب في الشارع. ايوه يا استاذ وائل ده حرام عليكم يا استاذ وائل، ده انا ما سمعت صاحب مصنع قال كلمه انتوا اعدمتوهم ولا دفنتوهم. صاحب مصنع بيتكلم فبقول لك انا هقفل يا استاذ وائل. بص يعني حتى لما بيجي صاحب مصنع نقول الحمد لله لقينا صاحب مصنع فيقول لك انا هقفل. في خطا الوقت بيتقال ايه نعمل نحمل اول الصناعه الوطنيه الاول نحميها. مش هينفع، مش هتقدر تحميها الاول، لازم توقفها الاول وتحميها تطورها. ده انت مالكش ده مالكش حاجه في الدنيا الا مصانعك دي، لازم نحميها. ايه ما العالم كله حامي نفسه، انتوا عاوزين بلدنا مفتوحه على مصراعيها ولا ايه؟ بالظبط كده. ما ينفعش يا استاذ وائل، الثقافه الهدامه دي حطمت الشعب المصري، لا لازم يشتغلوا ولا ياكلوا ولا يبنوا بلدهم. امال بتكلمونا في ايه؟ استيراد في بلدي ما فيها 850 الف مصدر لانتوا بتعطوا المريخ مستورد. 850 الف مستورد، ده المريخ ما فيهاش الرقم ده يا استاذ وائل، ده حرام، ده كده كده غلط. انا مصانع مصانع مصر فين؟ انا مش عايز اقول لكم بقى، ده ياسين كان مغرق البلد كوبايات وشفاشه واطباق لوحده، بات لبس الشعب المصري كله احذيه. انتوا مش قادرين تعملوا ربع باته، كل قضيتكم شنغهاي وبتاع اسطنبول. الله يخرب بيت اسطنبول واللي بيحكمها، انتوا عاوزين ايه مننا؟ انا عايز القاهره واسكندريه والصعيد، عايزين بلدنا تكبر مش المستوردين. ايه ده؟ انا عاوز